قبل بس ما يعني ايه رايك اجمالا في ماتش كليوباترا امبارح واداء النادي الاهلي، وليه الدنيا كانت يعني 80 دقيقه الاهلي مش عارف يترجم وفي 10 دقائق طبعا التبديلات فرقت، بس يعني من وجهه نظرك ايه اللي عمل الفرق الكبير من وجهه نظرك؟ وكمان عايز اسمع رايك في اداء وولتر بواليا في اول ماتشاته مع النادي الاهلي. طب خلينا نتفق ان المباراه مش سهله، كل مباريات الدوري مش سهله، على الاهلي وعلى الزمالك وعلى كل الفرق، الماتشات بمختلف الطموح جوه الملعب ومختلف انت محتاج ايه من المباراه، مباريات مش سهله. وده وارد في كل المباريات، يعني النادي الاهلي مش هينزل كل الماتشات يكسبها بسهوله، لا هيبقى في مجهود، وفي النادي الاهلي هيفرق شويه بالسكواد اللي موجود معاه، بالدكه بكم الخبرات اللي موجوده، ده هيدي افضليه. والفرق اللي عندها فريق متكامل، الفريق كامل عندها سكواد كويس يقدر يكمل بيه طول السيزون، في فرق عندها لعيبه كويسه بس ممكن تلاقي عنده 12 او 13 لعيب مش هيقدر يروح بيهم بعيد، هيقدر هيوصل بيهم منطقه كويسه هيأدي كويس، ولكن هيعطل، هيجي في وقت هيبقى محتاج ان حد في اللعيبه بتاعته دي هتستهلك، وهنشوف ده في الاسابيع الجايه. طيب الفرق الاهلي يعني الاهلي يعتبر عنده فرقتين وبيعطل ساعات في ده عادي، خلي بالك لان الكوره انا النهارده كل فريق بيشوف اخطائك وبيشوف مميزاتك وعيوبك في فيديوهات، في فيديو نص ساعه بيشوف كل حاجه، بيفضل يشتغل عليك اربع خمس ماتشات قبل فهو عارف مفاتيح لعبك وانت عارف والناس كلها عارفه النادي الاهلي، وخلينا نتفق ان مباراه الاهلي الناس بتادي بروح اعلى شويه، طبعا بيبقى عايز يثبت نفسه وعايز يتشاف وعين عليه نفسه للجمهور، فدي بتبقى مباراه صعبه وده، ولكن هو ده اللي بيخلي الاهلي دايما متفوق، ان هو التركيز طول الوقت 90 دقيقه، ما بيلعبش 80 دقيقه لا بيلعب 90 دقيقه، وهو ده اللي وانت بتلعب الاهلي ما ينفعش تركز 80، ما ينفعش تركز 90، لازم تركز، لو خلاص الاهلي دخل اوضه اللبس تركز بقى، يعني خلاص تركيزك ينتهي. صحيح، دي نقطه من النقط المهمه، ما نغفلش ان فرقه سيراميك كليوباترا فرقه من الفرق المحترمه، فرقه عامله سكواد كويس، معاهم مدير فني محترم كابتن هيثم شعبان، فرقه كويسه، فمن يعني انا شايف ان الاهلي ياخد المباراه هناك بالنتيجه دي، انا شايف ان حاجه كويسه، مباراه بره ملعبه، ومباراه الدوري كلها خد بالك هتلاقيها مش هتلاقيها اسهل حاجه، هتلاقي مباريات صعبه جدا جدا على كل الفرق.